أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها المباركون، هذا برنامجكم الكلمة الطيبة. عنوان اللقاء اليوم جزء من آية كريمة يقول الله عز وجل فيها: ولما سكت عن موسى الغضب. نحن نعلم أن الله خلق أبانا آدم من قبضة من الأرض، من جميع الأرض، سهلها ووعرها، أسودها وأبيضها، أحمرها. هذه القبضة لها أثرها في جسد أبينا الذي انتقل ذلكم الأثر إلينا معشر أبنائه، فكان حريا بنا معشر بني آدم أن يكون فينا شيء من الرضا وفينا شيء من الغضب وشيء من الحزن وشيء من اليسر، وهكذا بحسب ما كان في تلك القبضة التي قبضها الملك ليخلق منها أبونا آدم عليه السلام. هذه الآية الكريمة ولما سكت عن موسى الغضب يمكن دراستها من طرائق عدة، لكن الذي يعنينا منها اليوم في هذا اللقاء المبارك أن نصل إلى كيف أن نهذب أنفسنا حتى ترتقي إلى الكمال. يتحرر من هذا أن العنوان: ولما سكت عن موسى الغضب. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. الحمد لله، بينا أن العنوان ولما سكت عن موسى الغضب. موسى هذا هو كليم الله عليه السلام، واسمه موسى ابن عمران ابن يصحر ابن قاهث ابن لاوى ابن يعقوب ابن إسحاق ابن خليل الله إبراهيم عليه السلام، فهو من بني إسرائيل قطعا ومن ذرية خليل الله إبراهيم. لما آتاه الله عز وجل الوعد مكانا وزمانا وكلمه الله عاد إلى قومه. في المدة التي ذهب وتوجه فيها موسى إلى لقاء الله، ولما جاء موسى لميقاتنا، عمد السامري إلى أن صنع لهم عجلا جسدا له خوار فعبده أكثر بني إسرائيل، فأخبر الله عز وجل نبيه موسى أن بني إسرائيل من بعده عبدوا العجل. فلما قدم عليهم ورآهم يعبدون العجل عيانا غلبه الغضب وألقى الألواح. أي ألواح؟ ألواح التوراة التي أعطاه الله عز وجل إياها، فألقاها وأخذ برأس أخيه يجره إليه. كل ذلك فعله موسى عليه السلام غضبا وحق له، فهو غضبه لا لنفسه لكن لله، إذ لم يدر بخلده البتة عليه السلام أن قومه سيعبدون العجل من دون الله، وهم بعد لم تجف أقدامهم من جريانهم على البحر اليبس، كيف نجاهم الله عز وجل منه، من فرعون ومن جنده، وكيف أغرق الله فرعون وهم ينظرون إليه مع آله الهالكين. قال الله بعدها بآيات: ولما، أي حين، سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح، عاد الأمر إلى ما كان عليه. وفي نسختها، أي منسوخ له فيها، وفي نسختها هدى أي من الضلالة، ورحمة أي من العذاب، للذين هم لربهم يرهبون. لربهم يرهبون اختلف العلماء في اللام،
فبعضهم يرى أنها زيادة مبنى لا معنى، وهذا قال به بعض أئمة اللغة. وبعضهم يقول إن اللام هنا بمعنى من أجل، أي لا رياء في رهبتهم لله ولا سمعة. وبعضهم يقول إنها مصدرية والمعنى رهبتهم لله. أيا كان تأويل النحاة هذا لا يعنينا في مثل هذا المقام، المقصود أن الغضب سكت عن موسى. الآن نأتي إلى وصايا نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الباب والشأن نفسه. النبي أعلم الخلق بالله وأعظم الخلق نصحا للعباد. يأتيه رجل من الصحابة فيقول يا رسول الله إنني على سفر، زودني أوصني. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم له زودك الله التقوى. لما اختار صلى الله عليه وسلم التقوى في هذه الوصية لرجل يعزم على السفر؟ لأن الإنسان إذا سافر يكاد يخلو كثيرا بنفسه ويظهر له ما لا يظهر له في الحضر، فيحتاج إلى لجام من التقوى عظيم يقيد به هوى النفس وهوى الشيطان وما يستزله الشيطان به. فيقول صلى الله عليه وسلم زودك الله التقوى. فهو عليه الصلاة والسلام يرى ذلكم السائل المستنصح، ثم يملي عليه من الوصايا ما يلائم حاله. فجاءه رجل كأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى منه قدرة بدنية، فهذه القدرة البدنية لو جمعت لا قدر الله مع غضب وقلة عقل، لأن الغضب كلما زاد كلما قل العقل، لأهلك الناس. فقال يا نبي الله أوصني، قال لا تغضب. قال أوصني، قال لا تغضب. قال أوصني، قال لا تغضب. الرجل يردد الطلب والنبي صلى الله عليه وسلم يبقي على الجواب. قال العلماء الغضب جماع كل شر، كما أن ترك الغضب جماع كل خير. ونحن نرى في حياة الناس اليوم أن الناس يضيقون ذرعا بأقل شيء، ويكون منهم من الغضب ما يقدرون أو ما لم يسعوا إلى أن يكتموه. كلما ارتفعت حدة الغضب في بني آدم كلما قل عقله، فإذا قل عقله قل سلطانه على نفسه. وهنا يأتي الشيطان عياذا بالله فيسوق تلك النفس إلى ما يريد، فتهلك، تسب، تذم، يقع منها الأذى، يقع منها الهلاك لمن حولها. ثم قد تندم ولا تساعة مندم. لأجل هذا أوصى نبينا صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي الجليل بقوله لا تغضب، وقال عليه الصلاة والسلام ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب. الإنسان إذا قدر أن يملك نفسه عند الغضب حال بين نفسه وبين أن يتسلط عليها أحد، لأن زمام نفسه أصبح بيده. لكن قد يأتيك عياذا بالله من يستزلك بكلمة لا يريد منك إلا أن تهلك، لا يريد منك إلا أن تستجيب. والله يقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ولو أن الإنسان راعى كل كلمة يسمعها وكل قول يقال له وكل أذى يأتيه وأراد أن يصده أو يرده أو يعامل صاحبه بالمثل لهلك. والحر يقول ولقد أمر على اللئيم يسبني فمضيت قلت ثم لا يعنينني. وإنك لن تغلب أحدا بأكثر من ألا ترعيه سمعك ممن يحاول ويغلب على ظنك أنه يريد أن يستزلك إلى المهالك ويوقد جمرة الغضب في نفسك. يقول أبو الطيب المتنبي ففي كل يوم تحت إبطي شويعر ضعيف يقاويني قصير يطاول، وأتعب من ناداك من لا تجيبه، وأغيظ من عاداك من لا تشاكله. وأتعب من ناداك من لا تجيبه، وأغيظ من عاداك من لا تشاكله. هذا فيما يتعلق بالخصوم والأعداء. لكن ما الحل، ما الأمر، ما الشأن في من يعيش بيننا، في من نحبهم ويحبوننا، إذا جاء منهم ما يدعون إلى الغضب؟ نبدأ أولا بالاستعاذة، فإن الغضب من الشيطان، والله يقول وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فيستعيذ المسلم بالله عندما يغضب. فأول كلمة نألف أن نقولها عندما
يكاد الغضب أن يتملكنا أن نقول نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن إذ قلناها هدينا إليها سكت الغضب وأصبح الأمر بيدنا لا بيد غيرنا. فنستعيذ بالله هذا المقام الأول، ثم ننظر للهيئة التي نحن عليها فنغيرها. فإن كنا وقوفا نجلس، وإن كنا جلوسا نضطجع، وإن كنا مضطجعين نقوم، المهم نغير الهيئة. ففي ذلك وصية نبوية لعل بسببها يسكت الغضب. لا تذكروا أجر الله وعظيم وعده، والله عز وجل يقول والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وكظم الغيظ سلطان على الغضب. الإنسان على يقين بوعد الله جل وعلا له، يزوج من الحور العين ما يشاء، له بيت في الجنة، إلى غير ذلك من الوعود التي جاءت على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. كل ذلك يجعل المرء قادرا على أن لا يغضب. ثم ننظر في ذلكم الذي دفعنا إلى أن نغضب لعل له عذرا ونحن نلوم. فقد تكون زوجتك سمعت كلمة أضرت بها، جاء في عملها ما جاء، حصل شجار قبل أن تلقاها بينها وبين عزيز عليها، أخطأت في أمر ما، فكنت أنت أول من قابلته، فلم يكن منها ما ترجوه منها، فربما اشتد غضبك عليها وأنت لا تعرف عذرها. والتماس الأعذار للناس والتريث في الحكم عليهم، هذا به يبقي المرء على حياته مع من يحب، وفي الوقت نفسه يملك زمام نفسه، لأن الغضب قد يستزلك، فقد تخرج منك كلمة طلاق يهدم بها بيتك، وينكسر ذلكم الود الذي كان بينك وبين زوجتك. لكن المرأة إذا رزق التؤدة، رزق التريث، حتى يتبين له الأمر، حتى يعلم ما الباعث لذلكم التصرف، فيعذر صاحبه، بعد ذلك يكون منه بتوفيق الله عز وجل سلطان على نفسه، فلا يستزله الشيطان بذلكم الغضب إلى أن يأتي طريق المهالك. ثمة أشياء تبعث الغضب في النفس، الحسد عياذا بالله، فإن الحسد يورث غضبا في القلوب، لأن الإنسان إذا تملكه الحسد يصبح لا يطيق أن يرى نعمة الله عز وجل على غيره، فما يزال في أخذ وعطاء مع نفسه حتى يغضب. فإذا غضب ربما بعثه الغضب إلى أن ينتقم، إلى أن يسفك دما، إلى أن يقول كلمة عياذا بالله في عرض أخيه، هو يعلم يقينا أن أخاه منها براء، فيبوء بإثمها إلى يوم القيامة. وهو ما وقع عينا لأحد ابني آدم، فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك ليقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. ومع هذه الكلمات النورانية، إلا أن ذلك الغضب الذي كان على قابيل لم يرتدع، فبقي على حاله، حتى قال الله فسولت له نفسه قتل أخيه فقتله، فأصبح من الخاسرين، حتى علمه الله عن طريق فاسق من الفواسق وهو الغراب كيف يواري سوءة أخيه، فأصبح من النادمين، من النادمين على أنه لم يعلم كيف يواري سوءة أخيه، لم يكن نادما على أنه قتل أخاه، ولا لعد هذا توبة. والمقصود نبقي على الوصية النبوية، لا تغضب لا تغضب لا تغضب، حتى لا تفقد كثيرا ممن تحب، ولا كثيرا مما تملك، ولا كثيرا مما صنعت وبنيت في سالف دارك. لا يستزلنك الشيطان وينتصر على نفسك ويسوقك إلى حيث يشاء. ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب. الأفذاذ من الرجال من لا يستطيع أحد أن يخرجهم عن قدرتهم، وهم ما لا يريدون سماعه من الكلام لا يسمعونه، حتى لا يكون ذلك مؤثرا عليهم في القرار الذي يتخذونه والقول الذي يقولونه. ثم إن الدنيا لا تستحق من الناس هذا الذي يقع فيها من الاقتتال والاحتراب والتسابق
صحب الناس قبلنا ذا الزمان وعناهم من شأنه ما عنانا وتولوا بوصلة كلهم منه وإن سر بعضهم أحيانا ربما تحسن الصنيع لياليه ولكن تكدر الإحسان كل ما كان صعبا على الأنفس سهل عليها إذا هو كان. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى. هذا برنامجكم الكلمة الطيبة، وقد كان عنوان اللقاء ولما سكت عن موسى الغضب. والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون.